السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أمن الوطن، فأهلا ومرحبا بكم. مشاهدينا الأعزاء، يقف اليمنيون اليوم على مدانيك وأعتاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمقرر انعقاده وإجراء فعالياته في الاثنين القادم. هذا المؤتمر الذي يعول عليه كل اليمنيين في الداخل والخارج لمعالجة أزمات عصفت بالبلاد واستمرت لسنوات وامتدت تداعياتها المدمرة للوطن والإنسان لعقود من الزمن. واليوم تتوجه أنظار كل يمني ويمنية صوب مؤتمر الحوار، وكلهم أمل وتفاؤل بميلاد يمن جديد ومستقبل مشرق وغد أفضل. والله نتمنى أن يتم الحوار الوطني على أتم خير، والشعب اليمني يطلع على هذه الخطوة الجبارة التي ينتظرها طوال الفترة، وكلنا آمال في هذا المؤتمر. تمام، وإذا خرجنا إن شاء الله في هذا المؤتمر بنتائج إيجابية فاليمن ينتظر مستقبل رائع. فإحنا جميعا نوحد أنفسنا شمالا وجنوبا، لأن إحنا لمن يحب كل واحد يعرف أخوه، إحنا الجنوبي أخونا وإحنا أخو الجنوبي، وما بشي من التربة اليمنية من التربة اليمنية تفرق أي حاجة. جميعنا نطمح في هذا الوطن بعد الحوار الوطني بإذن الله أن يعيش الجميع في أمن واستقرار، أن يؤلف الله بين القلوب، أن لا يكون هناك لا حزبية ولا طائفية ولا قبلي ولا أي نوع من هذه الأنواع. جميعنا يأمل بإذن الله تعالى أن تخرج اليمن من أزمتها كما عهدنا اليمن دائما من قبل وإلى الآن أنها تكون فوق مستوى الأزمات بإذن الله تعالى. نتمنى من الجميع أن يضع اليمن نصب عينيه يفكر في الوطن أولا قبل أي شيء، قبل أي طموح أو أغراض سياسية يطمح إليها، يفكر في اليمن، يفكر في أبنائه، يفكر في المواطنين ماذا سيحصل لهم. طبعا بعد مؤتمر الحوار نحن نطمح إلى بلد مستقر وإلى وطن ذات سيادة على جميع الأبعاد السياسية والاقتصادية، وأيضا تحسن الوضع المعيشي للمواطن اليمني وإصلاح البنى التحتية. ومؤتمر الحوار إن شاء الله هو فرصة لالتقاء فرقاء الوطن على طاولة مستديرة لطرح كل قضايا وإشكاليات اليمن. والله نأمل في مؤتمر الحوار نخرج بنتيجة طيبة، يكون الناس تحت سقف واحد، أخوة متساوي، لا كبير ولا صغير، لا بالقانون. تمام، ونسأل الله أن يهدي جميع المسؤولين الذين لهم تأثير على المؤتمر الحوار أن يتعاون مع الرئيس بقدر ما يستطيعون، لأن التعاون مع الرئيس هو صلاح للبلد ككل. تمام ولا لا؟ ودعاة الانفصال نسأل الله أن يهديهم إلى الصواب ويكفون عن التحريض على البغضاء والكراهية. ولا إحنا أخوان يمنيين، لا شمالي ولا جنوبي ولا غربي، ولا يمنيين أخوان. هذا ونسأل الله لهم التوفيق في نجاح المؤتمر. والله نطمح أن يخرج اليمنيين بحلول جذرية لجميع المشاكل، سواء الاقتصادية السياسية لجميع المشاكل التي الآن بسببها شوف الأزمات الطاحنة هذه في بالمجالات كافة. فمؤتمر الحوار هو نقطة التقاء لإخراج البلد من المأزق هذا. طبعا الحوار الوطني احنا بنعتبره، او المؤتمر الحوار بنعتبره نقطة انطلاقة لنستطيع أن نحقق الحلم الجديد، اليمن الجديد. التقاء جميع الفرقاء، الإخوة الفرقاء على طاولة واحدة، هذا الشيء الذي يسعدنا والذي نعتبره تجربة فريدة في اليمن. ونرجو أنه مؤتمر الحوار يحقق طموح كل الفئات التي ممثلة في الحوار أو غير ممثلة. نحلم بيمن جديد، نحلم بأن يصل أطفالنا إلى أو المستقبل الذي نطمح له، مدارس، الطرق، الكهرباء، المياه. نريد دولة مدنية أو انتعاش اقتصادي، نريد دولة مؤسسات. الازدهار الاقتصادي في الوطن والأمن والاستقرار وتوفير الأيادي، الفرص، الأيادي العاملة للأيادي الباطلة. كلنا مع الحوار.
أعزائنا المشاهدين الكرام، إذا كانت المبادرة الخليجية واحدة من تجليات الحكمة اليمنية، فإن يوم 18 من مارس موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل يجعل بلادنا قيادة وشعبا تتربع عرش سلطان الحكمة دون منازع. ففي زمن الفرقة والشتات والاحتراب والنزاع والاقتتال، نلتقي نحن اليمنيين على طاولة حوار وطني شامل يرقبه الإقليم والعالم أجمع، ويشهدون عليه في حوار به نرسم معالم مستقبل أفضل وغد مشرق، وبه نعطي درسا راقيا وتجربة ناجحة لغيرنا من الشعوب التي تشهد الأزمات والصراعات، لنقول لهم بالفعل لا القول. هكذا تقف الشعوب على طاولة حوار أخوي لحل مشاكلها والتخلص من رواسب الماضي وسلبياته، والمتطلع لبناء الأوطان على أساس متين من العدل والإخاء والحب والسلام والصدق والوئام. والله مؤتمر نتطلع إلى يمن جديد ومستقبلا أفضل، ويمنا يسوده الأمن والإيمان وجميع الاحتياجات التي يتطلع لها الفرد اليمني. نشتي الأمان والإيمان، ما نشتيش الفوضات ولا نشتي تخريب بلادنا. الحمد لله هذه دولة جديدة. نشتي من الحوار الوطني إن شاء الله أن تكون يعني الأمان والإيمان، وإن شاء الله يعني التقدم والازدهار، وإن شاء الله الدولة الجديدة دي تحقق لنا كل شيء. نريد مستقبل جديد ونشتي بناء يمن جديد. نريد أن يكون الحوار الوطني خرج البلد إلى بر الأمان، وهذا ما نأمل إليه ونطمح إليه. ماذا يعني ننتظر أن يخرج البلاد من المحنة هذه، من الأزمة هذه، من يعني الطاحنة هذه اللي أخذت الأخضر واليابس. يعني نأمل أن ينتشي الوضع من البركان هذا، لأن الوضع مضطرب جدا 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 جدا، يعني قابل للانفجار في أي لحظة. هل تعول على المؤتمر الوطني كثيرا؟ نعم جدا. كيف ولماذا ونحن منتظرين يعني نتفاعل في خير في هذا المؤتمر إن شاء الله. نتمنى من مؤتمر الحوار الوطني ومن قادة الحوار الوطني أن ينظروا أول شيء لمصلحة اليمن قبل مصلحة أنفسهم، وأن نتمنى الكهرباء ترجع كما كانت والأوضاع مستقرة، توحد البلاد فوق كل شيء. والله احنا نؤيد الحوار الوطني ونتمنى منه ان يرد البلاد الى السلام والامان، وان يوحد شعبنا كصف واحد وجسد واحد. اتمنى لليمن مستقبلا زاهر. نريد مستقبل زاهر والامن والاستقرار، ولا نريد كل الاشرار. انا من الاردن وانا ترارات هنا في اليمن وهي مثل بلادي، واتمنى للشعب اليمني ان يعيش بامان واستقرار. نطمح ليمن امن ومستقر وخالي من العصبيه المناطقيه والقبليه، وايضا يكون الانتماء للوطن ولا يكون لافراد، ونطمح لأن تكون اليمن من الدول النهضوية ويعمل على تطوير الوطن والبنية التحتية. نعول على نجاح مؤتمر الحوار الوطني، ونعول أن يكون ولاء كل من يدخل في هذا الحوار لليمن أولا قبل أي شيء آخر، بعيدا عن الأحزاب والانتماءات السياسية، والولاء للقبيلة كما قلت مسبقا والأفراد. نظري نحو الحوار، أولا الحوار هذا دعي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، التحاور بين الشعوب، التحاور في المجتمع بين أفراد الأسرة، فمنطلق الحوار منطلق إيجابي، نتمنى الخروج منه بنتائج تفيد البلاد. أولا لنطمح إليه هو استقرار البلاد أمنا، لأنه بدون استقرار البلاد أمنيا لا يستطيع الشعوب أو حكامها أن ينتجوا أو أن يطوروا من هذا البلاد. الثاني شيء تطوير البلاد اقتصاديا، توفير أماكن للأيادي الباطلة حتى تشتغل، يزدهر باقتصاد بلادنا. نطمح في وطن أفضل ويمن أجمل. لم يغب مشاهدينا الكرام عن الأجهزة الأمنية وهي ترسم وتخطط لأداء واجباتها ومهامها أهمية المرحلة التي يمر بها الوطن، خاصة ونحن على مشارف مؤتمر الحوار الوطني القادم الذي يعول عليه الجميع في إخراج الوطن من دوامة العنف والصراعات
وفتح صفحة بيضاء لميلاد يمن جديد يتسع للجميع. يعيش فيها الجميع إخوة متسامحين متحابين، توحدهم العقيدة وتراب الوطن المنتصر دوما. رجال الشرطة ينظرون إلى المستقبل بتفاؤل وأمل، مثلهم مثل سائر المواطنين، إلا أن دورهم في هذه المرحلة أكبر ومسؤولياتهم أعظم، إذ يتطلب منهم جهودا كبيرة لتهيئة الأجواء الملائمة لانطلاق الحوار الوطني وسير فعالياته. يعني إلى ماذا تتطلعون كالأمن في بعد مؤتمر الحوار الوطني؟ أول شيء ما دوركم يعني؟ دورنا نحن كرجال الأمن حماية وتفعيل الوضع بالكامل من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، ونحن تأمينه من جميع النواحي ومن جميع الجهات، وسوف نستمر بذلك حتى ينتهي مؤتمر الحوار في أداء واجبنا في حمايته. إلى ماذا تتطلعون أنتم؟ نطلع بعد مؤتمر الحوار إلى يمن آمن مستقر، نطلع إلى يمن أفضل، نطلع إلى دولة مدنية حديثة تبنى على أسس سليمة لبناء يمن قوي وعزيز ومستقر وآمن. إلى ماذا تتطلعون؟ يعني ما دوركم كرجال أمن وكرجال شرطة في حماية في توفير الأمن في مؤتمر الحوار؟ والله واجبنا كرجال شرطة مثل أي يمني لتطلع إلى يمن جديد ومستقبل جديد وإلى الأمن والأمان. وواجبنا نعطيه بأكمل وجه. دورنا كرجال شرطة لتحقيق الأمان، الأمن والأمان والسلم في اليمن إن شاء الله، والحوار هذا يمشي إن شاء الله على خير إن شاء الله، مستقبل أفضل ويمن جديد إن شاء الله. والله إن شاء الله إحنا نعمل بما يرضي ضمائرنا ويرضي اليمن بالكامل إن شاء الله والشعب اليمني. نتمنى من الأخوة المواطنين في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والتعاون مع رجال الشرطة كدورة متكامل ما بين المواطن ورجال الشرطة لإنجاح المؤتمر الوطني لإخراج البلاد إلى بر الأمان. والله إحنا دورنا كرجال شرطة وكرجال أمن يعني تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وتفتيش السيارات السلاح. والله بعد مؤتمر الحوار الوطني نتطلع إلى كل خير، ونأمل في مؤتمر الحوار الوطني يعني أمل كبير، ونعول عليه يعني لإخراج البلاد من النفق المظلم ومن المتاهات الذي عجر البلاد إلى الهاوية. الحوار الوطني، بوابتنا نحو مستقبل آمن. الحملة الوطنية للتوعية الأمنية، أمننا مسؤوليتنا. تحية كل جندي مناضل خاض كل المعارك و...
واشترى كف معسول، باع نفسه لشعب دون أي مقابل، والجزاء فصلوا له ثوب للفقر تفصول. الشدايد واحتدام المشاكل. مشاهدينا الكرام، انطلقت الحملة الوطنية للتوعية الأمنية تحت شعار أمننا مسؤوليتنا، بحفل تدشين حضره وزراء ومسؤولون ورجال مال وأعمال ومؤسسات إعلامية من مختلف الجهات. ومما لا شك فيه أن إيجاد شراكة حقيقية وخلق تعاون بين المجتمع وأجهزة الشرطة تأتي في مقدمة أهداف هذه الحملة. مشاهدينا الكرام، وإذا كانت الحملة تهدف إلى إيجاد شراكة حقيقية مجتمعية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ترى كيف سنسهم جميعا في إيجاد هذه الشراكة؟ أنا يمني والأمن مسؤوليتي. أنا يمني. أنا يمني والأمن مسؤوليتي. أنا يمني. أنا يمني والأمن مسؤوليتي. الحملة الوطنية للتوعية الأمنية، أمننا مسؤوليتنا. أنا كمعلم أوعي الطلاب بخضر يعني الأشياء دي تضر مجتمعنا ووطننا وسلامة يعني بيئتنا وكل ما يتعلق بعيشتنا. إذا لم يتعاون الشعب والمواطنين وجميع أفراد الشعب مع رجل الأمن، الصعب إنه يعني يمسك الجريمة أو يمسك المجرم إلا بتعاون الجميع. الأمن ليست يعني ليست مسؤولية رجل الأمن فقط، ولكنها مسؤولية الجميع، سواء كانت مدرسة أو أي مؤسسة حكومية. لذلك نتبنى ذلك بتوعية بناتنا في المدارس، بتوعية أبنائنا، بنشر الوعي عن أهمية تواجد رجل الأمن سواء كان في المرور في الأماكن المتعددة، بالتوعية عليهم إصدار المنشورات الأساسية، الملصقات، حتى يشعر الطالب والناس يعني بشكل عام. لن ينجح الأمن بدون تعاون المواطنين مع رجل الأمن، واجب من الواجبات، فإن المواطنين يقوموا بالتعاون المستمر مع رجال الأمن من خلال أرقام التلفونات التي يحفظونها في وقوع أي جريمة، في وقوع أي مشكلة من المشكلات. الأمن هي مسؤولية كل طالب وكل مواطن يمني، فعلى يعني بصفتي كشاب أنصح أنه جميع الشباب وجميع المواطنين اليمنيين أنهم إذا رأوا أي واحد يضر بالوطن أو يضر بمصالح الوطن ابلغ الجهات الأمنية في أسرع وقت ممكن. وإحنا واجبنا كطلاب وكشباب إن إحنا نكون نساعد رجال الأمن في القبض على الجريمة وعلى أي شيء يحصل في أرض الوطن، لأنه أرض الوطن يحتاج إلى الأمن، وأمن وسلامة الوطن من واجبنا أن نوقف معهم. ولهذا إحنا نطالب يعني في توعية للطلاب من وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم على الأمن واستقرار لهذا الوطن، لأن الأمر والاستقرار الوطني يهمنا إحنا كطلاب وكشباب هذا الوطن. طبعاً نشكر القائمين على هذه الحملة، حملة أمننا مسؤوليتنا، فكرة رائعة جداً خصوصاً في مثل هذه الأوقات، يعني بعد أن مرت اليمن بأوقات عصيبة. حملة أمننا مسؤوليتنا أعتبر نفسي كعضو وكفرد في هذا المجتمع، أظن أنه يجب أن نتعاون مع رجل الأمن، لأنه لم يسمى أمن إلا لكي
يحرص على الأمن والأمان في المجتمع. لذلك يجب أن نحرص أنه نتعاون مع رجل الأمن كلنا، يعني أفراد في المجتمع، طلاب، طالبات، مدرسات، يعني موظفين، كل الفئات في المجتمع. أظن أنه يجب أن نتعاون مع رجل الأمن. أظن أن البلاد تحتاج جدا إلى مثل هذه الحملة في مثل هذه الأيام، ويجب يعني يجب علينا جميعا أن نحرص أن نشارك في هذه الحملة كل أعضاء المجتمع، كي نساهم في وضع لبنى في بناء اليمن الجديد، حيث أن الأمن يعتبر أهم ركن من أركان بناء هذا اليمن الجديد. والله الحملة جدا فكرة رائعة، لأن رجل الأمن مهم جدا في حياة الوطن، وهو القادر أنه يحمي الوطن بكل، يحمل همه ويحمل كل شيء في داخل الوطن. أن الاحترام واجب بين الأشخاص وبين رجل الأمن والمجتمع، لأنه إذا ما وجدش الاحترام يعني بيفقد الضابط الأمن ثقته بالناس. إن شاء الله بإذن الله نتعاون مع حملة أمننا، لأنها مهمة جدا في هذا الوقت الحاضر. أنا كطالبة أشعر بأن رجل الأمن قريبا مني ويساعدني في جميع الحالات. أشعر بأن رجل الأمن قريب مني وأستعين به بأي شيء، يعني ضروري أن الناس تعاونوا كامل. أنا كطالبة ورجال الأمن أريدهم أن يكونوا قريبا مني وأستعين بهم في أي مشكلة، أنا أو غيري أي طالبة. الأمن يعني مسؤولية الجميع، يعني أي مشكلة تحصل ضروري أن يكونوا معهم، يوقفوا معهم في أي مشكلة في أي شيء. أنا يمني والأمن مسؤوليتي. الحملة الوطنية للتوعية الأمنية، أمننا مسؤوليتنا. مشاهدينا الكرام، الأسرة والبيت والمجتمع ككل من أهم الجهات التي تستهدفها حملات التوعية الأمنية، فكيف سيكون إسهامهم معها؟ الأمن في مسؤولية لكل واحد ولكل فرد يعتبر نفسه أنه مسؤول. طيب، دور الأب والأم والأهل بشكل عام، وكمان دور المدرسة والمربين بشكل عام، التوعية، توعية الأهل، الأبناء، الجيران، كل من حولك، طالب، صديق، زميل، بمسؤولية الأمن والتعاون معهم. ضروري المواطن يعني يكون متعاون مع الأمن ومع جميع الجهات، وعلينا أن نساعد الأمن وضباط الأمن والداخلية في استتباب الأمن في البلد. الأمن مسؤولية الجميع، احنا كمواطنين أمن الوطن من أمن الجميع، يعني أي واحد مسؤول عن الأمن، لا أنسى مسؤول عنه ولا أنا، لكن نكون مجموعة كلنا يد واحدة، الأمن يد واحدة. بالنسبة عن الأمن، على الجميع أن يدرك بمختلف شرائح المجتمع أن الأمن هو مسؤوليتنا جميعا، وعلى ذلك يجب أمره، هو واجب الوقوف إلى جانب أجهزة الأمن، فعلى المواطن يحس أن أجهزة الأمن واقفة إلى جانبه، وعلى أجهزة الأمن تحس بأن المواطن يواقف إلى جانبها. الأمن مسؤولية الجميع، يعني بحيث أنه يكون الأمر تكميلي بالنسبة لرجل الأمن، بحيث أنه إذا الجريمة عنده جريمة، عند الاشتكاك الشباب أي شيء، يتم الإبلاغ مباشرة إلى الرقم المجاني 199، بحيث تتحرك الفرقة الأمنية في نطاق المنطقة والمربع ويتصرفوا بها قبل وقوعها. مشاهدينا الكرام، تلك كانت شريحة من المواطنين، لكن هناك شريحة أخرى لها طرح ورأي آخر، نتابع. والله أنا أقول لك الصدق، ما بشتغل تتصل بها يقول لك أين أنت، هيا أنا هي بعد ساعتين أنا أجي لك، هذا أقرب مسافة عندي. يعني بعض المناطق يجاوبوا بعض المناطق ما يجاوب بسرعة، يعني على اعتقادي أنا أنه ما يتجاوبوش. لو يتجاوبوا كل الناس هاي يتصلوا، كل الناس هاي يبلغوا الشغاب، يبلغوا بأي واحد يفعل مشكلة، بأي واحد حامل سلاح، يعني احنا نشي بلاد آمنة، نشينا الناس كلهم ما يحملوا سلاح. إذا ما حملوا سلاح كل المستثمرين يجوا، كل الناس يحبوا اليمن يجوا، والسياح أبناء الوطن يرجعوا للوطن. يعني هم ما يخطوش يعني بالخطوة السريعة، لا في واحد يعني قدوا في حالة يعني ضوارز. المواطن أحيانا يحس يريد أن يقوم من يتعامل مع أجهزة الأمن، فيحس أنه سيصبح طرف،
إذا قام نبه عن جريمة ما أو بلغ عن شخص ما مشتبه به، فعليهم أن يحلوا هذه العقدة وأن يبلغ المواطن ويأخذوا أقواله، ولا معنى من ذلك. أما أنه يصبح عن طرف إذا بلغ عن الجريمة فهذا هو السبب أحيانا يأتي إلى تخاذل. والله قد أتوقع أكيد قد يكون ما فيش تقبل، قد يمكن يطنشوا البلاغ، قد يكون مثلا عدم مصداقية ما بين المواطن والشرطة، يعني قد نلاقي عراق الكثيرة، بس هذا ما يمنعش ان احنا نتجاوز هذا الشيء ونبدي معهم ايضا نتواصل معهم. هكذا مشاهدين الكرام جاءت كلمات المواطنين صادقة معبرة، وهم يتحدثون عن تعاونهم واستعدادهم للتعاون مع رجال الامن خدمة الاستقرار الوطني وامن المواطنين، وذلك من خلال تواصلهم عبر الرقم المجاني 199. غير أن هناك ملاحظات أوردها البعض من خلال تواصلهم مع العمليات على 199 كعدم الرد أو التأخر في استقبال الاتصال وأحياناً إهمال البلاغ وغيرها من الملاحظات التي لا يتسع المجال لذكرها، وهذا الأمر سنسلط عليه مزيداً من الأضواء ونعرف الرد من قبل المختصين على استقبال بلاغات المواطنين في الحلقات القادمة إن شاء الله، لما لذلك من أهمية خاصة ونحن في بداية حملة وطنية أمنية تعم فعالياتها أرجاء الوطن. أصبح الازدحام المروري جزءاً من الروتين اليومي لأمانة العاصمة، ومع كل يوم تبدأ معه معاناة المارة حين تكتظ السيارات في الطرقات بما يفوق طاقتها الاستيعابية، وتبدأ أرتال السيارات تتراكم في صف يمتد لمسافات طويلة ليمر وقت طويل قبل أن يصل كل شخص إلى وجهته، ولا يصل إلا وقد أصابه الإعياء والتعب والملل. الازدحام المروري مشكلة تتعدد أسبابها كما تتعدد الأطراف المشاركة في حصولها، وإذا كانت الوقاية خير من العلاج فإن الكثيرين اليوم يلقون باللوم على مرحلة التخطيط التي جاءت بشوارع ضيقة توحي بأنها صممت لاستيعاب الأمس، ولم يؤخذ في الحسبان الازدياد الهائل في أعداد المركبات كل يوم، كما أن انعدام المواقف المخصصة للمركبات يفرض على السائقين إيقاف مركباتهم في الشارع. تقارب الأسواق المزدحمة والمرافق العامة التي يحتاج الناس للوقوف أمامها أسباب أخرى تسهم في إحداث الاختناقات المرورية من وجهة نظر بعض السائقين. ولئن كانت إدارة المرور في مقدمة أسباب المشكلة في نظر كثير من هؤلاء السائقين، رجل المرور الذي يعده البعض من أبرز الأسباب يعد أيضا أحد أبرز الحلول إذا ما لقي الاهتمام والرعاية اللازمين. السائقون الذين يشتركون في الشكوى من الازدحام لا ينفون أن كثيرا منهم يشارك في صنعه، فبعض السائقين يتصرف وكأنه المالك الوحيد للشارع متوقفا أينما أراد ومتحركا وقت ما يشاء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. برأيك ما هي أسباب الازدحام في الشوارع والجوارع؟ أخي العزيز، بداية الازدحام العام في الشوارع أول شيء سوء الفهم لدى المواطن بين قيادة السيارات، ثم ثنتين التجاوزات الخاطئة، ضيق الشارع، لابد من عمل قصور لهذه الطرقات لأنها تضيق، وكل كل كل ما أتى من مرات في السيارات زادت الزحمة وزادت سوء الفهم للمواطنين. الازدحام والسبب إن ما بيش خطوط يعني سواء، لان الخطوط صغيره ضيقه، ايوه، ويجوا يمسكوا لك الخط اليمين لو ما تطلع ما يرضى يطلع، لو ما تقول له يا اخي لو سمحت يجوب لك بكلام يعني غير لايق، كان انت ما انت شيء يعني بتخدمه وتخدم الوطن. المفروض يصلحوها يصلحوها انا كبري في كل جوله،
والتفتيش كثرة التفتيش النقاط الأمنية زيدوها، ما بيش دوام من المرور تماما، ومخالفات من السيارات وعدم الفهم من السواقين. كيف يعني؟ يعني ما بيوقفوش في الأماكن المختصة لوقوف السيارات. إيش سبب الازدحام المرور؟ سبب الازدحام ما فيش تنظيم من المرور، ويعني بعض الناس ما يوقف في أماكن غير مرخص لها، يعني بسبب الازدحام بسبب كثرة السير. برأيك إيش أسباب الازدحام المروري في الشوارع هذه؟ كثرة ازدحام السيارات وضيق الشوارع وعدم التنظيم من جانب أيضا المرور في قصور. هناك من يتهم المواطنين بأنهم يوقفوا وقوف خاطئ. لا لا، في وقوف خاطئ نوعا ما، بس في مرور والفرن متواجد باستمرار، بإمكانه تنظيم حركة الوقوف. كثرة السيارات وهذا المتجولين الذي بتاعه التجول هؤلاء، يعني ما يسببوا الزحمة. ازدحام المروري هذا والله سببه كثيرة، يعني مثل الاستهتار بالسير والناس اللي وراك والباصات والموتورات، وإضافة إلى ذلك أحيانا يكون يعني تقصير من السواقين أنفسهم من الناس أصحاب السيارات. ايضا اعتقد اسم عدم التنظيم من قبل مش قبل رجال المرور بشكل عام، وجود الموتورات بالكثافه هذه، المخالفات المروريه من قبلهم اكثر. سبب الازدحام ان الشوارع ضيقه والسيارات كثيرات مع الازدحام، صاحب الباص يوقف للراكب مفاجاه، صاحب التاكسي يوقف للراكب مفاجاه، فلهذا نشتي كباري جزو او ينظرون على العمل الذي داخل خارج. السبب للاثنين الشعب والمرور. كيف يعني؟ يعني ما فيش نظام، ما فيش البلاد حاجه، ما بينظموش، والشعب ما بينظمش نفسهم، ما حد بيدي الواحد، ما حد بيدي اولويه، ما حد بيدي حاجه. والله برايي المجتمع غير واعي، الناس ما يلتزموش بالانظمه المروريه والقواعد المرور، والمرور هو شريك بالازمه هذه. المرور، المرور هما السبب كل في الكل، لو بيخلونا نمشي لحالنا نحن سابري. كيف يعني؟ ما بيطبقوش القوانين المرور. والله الازدحام المروري السبب الرئيسي بوجهة نظري عدم التخطيط، لا يوجد تخطيط سليم للمدينة من الأيام السابقة، ليس من الآن، وإنما من يعني انعدام التخطيط السليم والرؤية المستقبلية للأيام القادمة. كثرة السيارات. إيش يعني؟ السيارات كثيرة. سبب تنظيم المروري ما فيش تنظيم سواء. كيف يعني؟ يعني ما فيش تنظيم تمام من جهة المرور، ينظم الخطوط وهي بيمشوا على طول. لكن يتهم المواطنين أيضا هم السائقين يعني، والمواطنين مقصرين في هذا. والله كله بسبب العشوائية، حكى لي يا أما الباصات تجنبهم غلط ولا التقازي. الباصات أكثر شيء، يعني وقوفهم غير طبيعي، تحس إنه صنف وقف، أما إنه في عنده أسلوب للوقوف ما فيش. ثانيا الموتورات اللي الخط عنده ما فيش طالع ما فيش نازل، كله خط واحد يمشي بأي مكان. يا أخي أكثرها المشاش المرور أول شيء، وثاني شيء أصحاب الباصات والتكاسي والموتورات وحاجات كثير. وبالرغم من أن صخب المدينة لا يتوقف وفعالياتها تعد الأكثر مقارنة بباقي المدن الرئيسة في محافظات الجمهورية كونها العاصمة، فإن ازدحام شوارعها وطرقها أضحى مشكلة يتفاقم حجمها يوما بعد يوم. من أسباب الازدحام طبعا السائق والطريق، وقد ربما في بعض الأحيان المرور يعني، ولكن بحمد الله في هذه الفترة الأخيرة احنا حاولنا أن نخفف من الازدحام، وكما تلاحظوا في كثير من الجولات الزحام خف لأسباب، يعني كان من أسباب الزحام دخول القاطرات الكبيرة في الوقت غير المسموح. طبعا هو عادة القاطرات يسمح لها فقط من الساعة الثالثة عصرا إلى الساعة الخامسة من أجل يدخلهم في الحمولة وما إلى ذلك، وبعدين ممنوع من 5 إلى 11 ليلا، وبعد ومسموح من 11 ليلا إلى 7 صباحا، ثم من 7 صباحا إلى 3 هذا ممنوع. فانتظامهم في الوقت المسموح هذا يخفف من الزحام كثيرا. طبعا قد احنا اتخذنا اجراءات وبلغنا بتعميم الى الحزام الامني، يعني تجد الوقوف المزدوج العشوائي، بعض الشوارع الوقوف فيها طولي لكن اصحاب السيارات يوقف وقوف عرضي، مما يسبب ضيق الشارع، وبالتالي يحصل نوع من الزحام، يعني خصوصا احنا الان بنحاول نطبق جانب النظام وقواعد وأنظمة المرور في شارع الزبيري وكلية الشرطة.
بحيث ان احنا نجبر الناس على الوقوف الطولي من السائقين. وفي شارع كل الشرطة ممكن نمنع الوقوف نهائيا باعتبار انه فيه اماكن لتخزين السيارات فتحات، لانه شارع الزبيري لا يوجد فيه فتحات كبيرة ممكن تستوعب السيارات الكثيرة، ونتيجة وجود اصحاب المحلات التجارية كما تعلم، يعني يرخص له يفتح مطعم او يفتح سوبر ماركت او يفتح اي محل تجاري، والوقوف كله في الشارع، الشارع اللي كم يتسع لصاحب للزبون الذي بينزل المحل. تلاحظوا مثلا امام سوبر ماركت الهدى في شارع الزبيري، يعني عاملين هناك مسخرين وينش وطقم مرور على مدار الساعة لتنظيم حركة السير، لأنه بيوقف الزبون على باب المحل يقضي حاجته ويطرح سيارته هنا، ويجلس احنا والناس في خلافات. إنها واقفة لا تتحرك، هكذا تشعر للوهلة الأولى وأنت ترى من بعيد طابورا طويلا من المركبات، غير أنك لا تلبث أن تغير وجهة نظرك بمجرد اقترابك من الطابور أو التحاق مركبتك به، فالسيارات التي تبدو واقفة تماما تتحرك من حين لآخر، لكنها حركة بطيئة ومملة. وكلما اقتربت الإطارات من التوقف التام اقتربت أبواق المركبات وأصوات السائقين من الصراخ الذي لا يتوقف، صراخ لا يسهم في منع الازدحام لكنه يسلب الكثيرين الراحة والهدوء. فهل بات الازدحام صداعا مزمنا يصيب كل ما في المدينة ومن فيها؟ برأيك ايش الحل؟ يعني الحل لابد من عمل قصور ضرورية جدا في اقرب وقت جدا، والمواطنين نريد من المواطنين ان يفهموا الطريق الصحيح والسير الصحيح وعدم التجاوزات الخاطئة وعدم الانفعالات الخاطئة، ولابد من التقاوم المواطنين مع رجل المرور، والوقوف الخاطئ يلعب دور كبير جدا. العفو. فالحل نشتي يا اخي نظام وقانون سواء على الصغير والكبير، المفروض منهم انهم يساعدونا ويراعوا مشاعرنا، ان احنا في خدمتهم، احنا قبل ما نقول خدمه الشعب احنا في خدمه المواطن اولا في الشارع منحتكين معهم. المطلوب انهم يكونوا يجنبوا في الاماكن المرخصه لها، والمرور يلتزم بترتيب السيارات، وان شاء الله ان الامور تتم على خير. الحل انهم رجال المرور يقوموا بتنظيم حركه السير وعدم الوقوف في الاماكن المزدحمه، فتنظيم السيارات وتنظيم حركه السير. الحل والله يخففوا المرور، يكونوا كثير المرور يتواجدوا بكثره. تمام، هذا الذي عندي اقول لك فقط. الحل برايي يا اخي عمل جسور، هذا تكون مناسبة لسرعة التحرك داخل الأمان. الحل إنه يعني يكون في يعني اسمه في تعاون، في واحد يسمح للثاني بالمرور، مش يعني كل واحد يحب نفسه يشتي سباق ولا يقطع عليك علشان هو يمشي، ولا يسد عليك علشان يعني تتحلبطوا كامل، ما فيش كذا يعني واحد يسمح لي صاحبه ولا ذا. الحل النظام، يقعد نظام حقيقي فعال، التعليم، توعية المواطن بأدب والتزام قوانين المرور، قواعد المرور، توسيع الشوارع، توسيع الجولات، انضباط المرور في الجولات. الحالة التوعية للمواطنين للسائقين أن يلتزموا قواعد المرور، وبعدين المرور أن يبذل الجهد الصحيح أن يدي دوره. الحل إشارات ولا أي حاجة غير تصوير ثاني، جسور، نفقات. الحل الآن صعب بصراحة، ما في إلا الحل الوحيد إنه يتم التخطيط، يعني هدم البيوت وكذا، وإيجاد قصور وحلول ممكنة لحل هذا الازدحام. إيش الحل؟ يوسعوا الشوارع. نخرب ونوسع. الحل لو توسيع الطريق، ما بالله يطبقون قانون المرور، وانا في رايي انه فعلا يعملوا زي الاعلان عن بدء تطبيق مرور صارم، وانه يكون في قوانين والكل يحتذي فيه. الحل على الدوله مش على المواطن. الازدحام المروري الجميع مسهم فيه وبدرجات متفاوته، وتظل اداره المرور هي الجهه الوحيده والتي يقع عليها العبء الكبير. أمانة العاصمة هي المنسق بين كل المكاتب التنفيذية، وإحنا جزء من هذه المكاتب. مكتب الأشغال يعني طبعا كما تعلمون قد نفذت
عدد من الجسور والأنفاق، هذه خففت كثير من ازدحام حركة السير. وفي مرحلة قادمة سيتم تنفيذها إن شاء الله في تقاطع دار سلم وبعض الأماكن التي مرحلة ثانية أو ثالثة تعتبر في أمنة العاصمة، وهذا بيخفف كثير جدا من ازدحام حركة السير ويسهل تنقل السائقين والمواطنين بشكل عام وبسهولة ويسر. الجسور احترام السائق للشارع وعدم الوقوف المزدوج، احترام وأنظمة قواعد المرور إشارة المرور، هذه من الأسباب الرئيسية التي تخفف من ازدحام حركة السير داخل العاصمة. والسائقين أقول نأمل منكم بل نرجو منكم أن تلتزموا وتحترموا رجل المرور وإشارة المرور بالضبط. عندما تجد لائحة أو يعني شخص معين في شارع تحترم يقول لك ممنوع الوقوف لا توقف بدون أن تدخل في خلافات، لأنه بترهق نفسك وترهق الآخرين معك من رجال المرور. يجب أن يكون هناك احترام متبادل بين رجل المرور وبين السائق في الشارع، ويشعر المواطن أو أن المواطن يجب أن يفهم أن رجل المرور يؤدي واجب في حر الشمس وفي برد الشتاء وفي مطر الصيف، وهذه الأمور يعني تعطيه تقدير واحترام. وعندما يجد رجل المرور تقدير من السائق ومن الشارع يزيد ترتفع معنوياته ويخدم ويؤدي أفضل ما عنده. أعزائنا المشاهدين، هذه الفقرة نهمس من خلالها بكلمات عتاب نتوجه بها إلى الجهات المسؤولة وذوي الاختصاص حول المشاكل أو الأمور المتعلقة بهم والتي التقطتها عدسة كاميرا أمن الوطن. عند تقاطع شارع 50 مع شارع صنعاء تعز تجد دوار جولة دار سلم، هذه الجولة يصدق عليها القول لا تشلوني ولا تطرحوني، فلا أمانة العاصمة تقر لها بوصل ولا محافظة صنعاء تعترف لها بقربة، فتجدها تطالعك بهذه الصورة البائسة من الحفر والمطبات وتآكل وتكسر الإسفلت، ليظل حالها شاهدا على النسيان والإهمال من الجهات المسؤولة ولسنوات طوال، علما بأن هذه الجولة تستقبل وتودع الواصلين والمسافرين من وإلى أمانة العاصمة من أكثر محافظات الجمهورية، وكأن الهدف بقاء تلك الصورة القاتمة على ما هي عليه أمام أعين الجميع وعلى عينك يا حسود. من أمام إحدى المدارس وقد التقطت لنا كاميرا البرنامج صورا لطلاب خارج الفصول الدراسية، حق لنا أن نهمس في أذان الآباء والأمهات وبعتاب نسألهم: أتدرون أين أولادكم الآن ومع من يقضون الساعات الطوال خارج أسوار المدارس؟ كم مرة زرتم إدارة المدرسة وسألتم عن ابنكم سلوكا وتحصيلا؟ وكم 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 أسئلة كثيرة لا شك أن الإجابة عليها تحمل في طياتها الحسرة والألم. أما إدارة المدرسة فكفاهم القول اتقوا الله في أبناء هم أمانة بأعناقكم، واتخذوا من الإجراءات ما يمكنكم من معرفة أماكن تواجد هؤلاء الطلاب خارج المدرسة، وتواصلوا مع أولياء الأمور وضعوهم في الصورة، فذلك أداء للأمانة في أبسط صورها، ولربما كان أنفع للجميع. مع مطلع العام الجاري شهدت أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية حملات أمنية مكثفة لضبط الدراجات النارية غير المرقمة، وحققت نجاحات متميزة في هذا الجانب، وكادت أن تنتهي حالة الفوضى والضوضاء من شوارعنا، ومعها تختفي جرائم الاغتيالات والقتل والنشل وغيرها من الجرائم والمخالفات. وحين أطلت الدراجات النارية غير المرقمة والمخالفة برأسها من جديد وظهرت بعض الجرائم والمخالفات، وجب علينا أن نسأل الجهات المختصة في وزارة الداخلية: هل انتهت الحملة فنلزم بيوتنا حتى لا نعرض أنفسنا وحياتنا للخطر؟ أم أنها كانت حملة موسمية لنكون على أمل عودتها مطلع العام القادم إن كان في العمر بقية؟ أم ماذا؟ نأمل أن نجد جوابا شافيا. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، وفي النهاية تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل،
دمتم في اليمن آمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.